الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واغفر لنا يا رحيم واغفر لنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين İlahi ya Rabbi okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten, İhlas-ı Şerifelerden, Tekbir-i Şerifelerden hasıl olan ecr-i
ve sevabı. Evvelen bizza fahri kainat Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temiz fakuru şeriflerini hediyeledik ve asıl ve haberdar eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecr ve sevabı tüm peygamberan efendilerimize, sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in efendilerimizin ruhlarına, alimlerimize, şehitlerimize, sıddıklarımıza, emmi müştehidin hazaratında ruhlarına hediyeledik ve asıl ve haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hususan huzuruna yeni tevdi edildiğimiz Mehmet abimizin de ruhuna hediyeledik ve asıl ve haberdar eyle ya Rabbi. Okuyan ve dinleyen kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediyeledik ve asıl eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Mehmet abimiz ve cümle geçmişlerinin korktuklarından emin umduklarına nail eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerinden birer bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem çukurlarından birer çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Affedicisin, affetmeyi seversin, cömertsin. Ağabeyimizi ve cümle geçmişlerimizle bizler aff ve mağfiret eyle ya Rabbi. Tekabbel minna bi hurmetin fatiha. Ya Mehmet İbn İkbal, Ya Mehmet İbn İkbal, Ya Mehmet İbn İkbal, اذكر ما كنت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اذكر ما كنت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور. رديت بالله ربا، قل رديت بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد النبي ورسولا. يا مهمد ابن إقبال، قل رديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا مهمد ابن إقبال، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا مهمد ابن إقبال، منكر ومن نكير ملكleri sana gelip sual edecekler. Rabbin kim diyecekler. De ki Rabbim Allah. Dinin nedir diyecekler. De ki dinim İslam. Peygamberin kimdir diye sual edecekler. De ki peygamberim rahmeten lil alemin Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam. Müminler kardeşim kıblem Kabe. Kul la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. من الله تعالى والبعث بعد الموت حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allah-u Teala rahmetiyle muamele eylesin. Af ve mağfiret eylesin inşallah. Yine girişte cenaze saatleri bulunsunlar. Tokalaşmadan kıymetli kardeşlerim selamlayıp ayrılalım inşallah. Allah-u Teala rahmet eylesin. Kalanlara sabırlar.